مرحبا بك ومساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين. الله يحييك أكرم، بداية نبارك لك حصولك على هذه الجائزة، يعني سببت لنا فخر كبير. الله يبارك فيك ومبروك للشعب اليمني جميعا. إذن لو تشرح لنا بداية، كيف شعرت عندما تم إخبارك بأنك فزت بهذه الجائزة، وهي كما قال بشير هي حدث تاريخي في اليمن؟ صراحة شعور لا يوصف عندما يعني تكتب اسمك بالذهب كأول يمني وأول عربي يفوز في هذه الجائزة، وتحس إنك شباب في سعادة شعب، يعني الشعب اليمني شمالا يقولون تحس فرحان ويحتفل فيك، وتكون أنت السبب في يعني فرحة شعب أرهقته الحروب والفتن وما شابه ذلك، تحس إنك يعني فخر إنه الشعب فرحان لفرحك، والحمد لله على كل حال. صراحة الله يعني شعور لا يسعدك، يوصف. الله يسعدك، وكمان شعورك نبيل جدا أكرم. طيب اللي أعرفه أنه قد حصدت جوائز سابقة، لو تكلمنا أيضا عنها. شاركت المسابقة اسمها مسابقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، لأول مرة طبعا أشارك فيها، بسبب أني تابعتها من سنتين وشفت أني زملاء لي شاركوا فيها. طبعا السنة اللي راحت زميلي أيمن الغاضح الرابع عالمي في نفس المسابقة، وهذا ما أعطتني حافز أن أشارك في هذه المسابقة، وكنت أتنقل من ملعب لملعب لأخرج بصورة مميزة لأشارك فيها، والحمد لله شاركت فيها وأخذت المركز الأول. يعني نحن لم نتمكن من عرض هذه الصورة، لكن لو تشرح لنا محتوى هذه الصورة. الصورة أخذت في أحد الدورية الشعبية في مدينة عدن، مديرية البريغة، ملعب الجبل، وكانت في نهائي بطولة برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، وتم التقاطها يعني جمعت الصورة جمعت جمعت جماليات الصورة، وفيها نوع من الأكشن، ومثل ما كتب في عنوان مسابقة، العاطفة والروح في أبهى صورها، يعني فيها نوع من البساطة ونوع من الأكشن ونوع وجماليات الصورة للجمهور وما شابه ذلك. جميل، طيب أنا كنت أيضا سألتك عن مسابقات أخرى وجوائز أخرى ولم تجبني عنها، هل شاركت في مسابقات أخرى واستلمت أيضا الجوائز وحصلت عليها؟ العام الماضي شاركت في مسابقات اتحاد مصوري العرب وحرزت المركز الأول على مستوى الجمهورية اليمنية. جميل جدا، نجي يعني للدراما في الموضوع، تم استدعائك لاستلام الجائزة ولم تتمكن من الذهاب، نعرف السبب طبعا، لكن لو تشرح لنا أنت ما الذي حصل معك؟ طبعا تم إشعاري بالتأهل ضمن الثلاثة الأوائل من الأستاذ العزيز بشير سنان، وصراحة يعني من أول يوم إلى آخر يوم يعني تابع لي كل خطوة، يعني وقدم معي أسباب خارجة عن إرادته، والحمد لله على كل حال. يعني ما الذي صراحة حصل؟ يعني لم تتمكن من الذهاب، العذر؟ طبعا ان انا بالاصح ان انا يمني، طبعا الجواز اليمني بعض يعني عرق المعامله بحكم يعني وضعنا الاستثنائي في اليمن، خاصه في اليمن. طيب هل حاولت التنسيق مع نقابة الصحفيين، مع اتحاد كرة القدم، وزارة الرياضة والشباب؟ طبعا التنسيق كله عبر الاتحاد الدولي وعبر الاتحاد الاسيوي، والاستاذ بشير سنان تواصل عبر الاتحاد الدولي، وارسلوا خطاب للسفاره الاسبانيه في قطر، ولكن ما كان يعيق بعض الدول في ايام العيد التاشيرات ممنوع في بعض العاملين يخرجون اجازه، وهذا ما تصعبت الامور اصدار التاشيرات. نعم للأسف، يعني أنا حزينة، كان نفسي أشوفك وأنت اللي تستلم الجائزة، مع ذلك ألف مبروك عليك مؤخرا، ويعني وبالنهاية الجائزة هي لك وباسمك. طيب الآن نتكلم عن هذه الجائزة، وما الذي يمكن أن تفتحه لك من مجالات وفرص في المستقبل؟ هذه الجائزة تعطينا دافع معنوي لمواصلة التألق وتمثيل اليمن في المحافل الخارجية بإذن الله، وهذا يعني نتمنى من أهل الاختصاص دعم يعني المواهب في هذه الجائزة، تدل أن بلادنا مليئة بالمواهب ولكن لم تحصل يعني الدعم الكافي، وأنا أتمنى من جهة الاختصاص دعم مواهب اليمن، لأن اليمن مليئة بالمواهب، يعني بعد أنا زي مثلا أنا بعدة بسيطة نافس مصورين عالميين، يعني من متوقع ان بعده بسيطه يعني بجانب يعني
المعدات الذي يمتلكها المصورين الآخرين المنافسين، صراحة يعتبر عقاد. نعم، هذه هي الجائزة فعلا تمثل يعني قيمتها كبيرة خاصة وهي عالمية. طيب أنت الآن ذهبت وأنت ممثل لليمن، بالتالي هل المسؤولين اليمنيين تواصلوا معك من وزارة الشباب والرياضة، من وزارة الثقافة، من إلى ذلك، تواصلوا معك، هنوك على الأقل بهذه الجائزة؟ هناك واحد من وزير الشباب والرياضة تكريمي يليق بالإنجاز الذي أعرفه، وهناك جهات أخرى يعني من رجال الأعمال وعدوا بتكريم. جميل، هل كان من بين هذه الوعود الدعم لك شخصيا؟ صراحة يعني دعم شخصي لمواصلة التألق وتمثيل اليمن في المحافل الدولية، هذا ما أطمح عليه مستقبلا في الأيام القادمة. جميل، طيب إذا معك رسالة تحب توصلها للشباب الطامحين أيضا اليمنيين، هم من الداخل أيضا مثلك. راح الرسالة اللي أحب أوصلها أن الاجتهاد يولد الإبداع. الآن البعض أصبح يحس في تعب بداية الطريق، يعني يعتزل دور الإعلام. صراحة يعني لازم الاجتهاد للوصول، زي ما يقول المثال، يعني لذة الوصول إلى القمة تنسيك تعب الطريق. نعم، يعني وأنا أتمنى أفهمت. من جهة الاقتصاد دعم وأتمنى من جهة الاقتصاد دعم المواهب في اليمن. مواهب بلادنا فيها مواهب كثيرة، ولكن انقصار الاهتمام وما شابه ذلك.